مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من دواكم في يديكم. في الأسبوع الماضي بدينا هذه السلسلة نتاع الصحة نتاعنا، لأن الناس كلهم مرض ومشاكل في كل بلداننا، فقلت نراجع بعد سنوات من الكلام على كثير من الأشياء، نرجع للمبادئ الأساسية للصحة. في الأسبوع الماضي بدينا تكلمنا على الحاجز الأول للصحة نتاعنا، ألا وهو عقليتنا. العقلية نتاعنا صار فيها عندنا مشكل اللي يخلينا نفقد الصحة نتاعنا ونمرض، وحتى كي تجينا الأمراض ما نعرفش كيف نعالجها. العقلية هذه قلنا أنها التوكل على الطبيب. الإنسان يتهاون، عندنا عقلية التهاون، نتهاون كثير وقولوا خلاص بعد كي مرض الإنسان أو كاين الطبيب وكاين الأدوية. هل هذه هي مسؤوليتنا؟ هل الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نكونوا متهاونين هكذا؟ المشكل التهاون هذا يؤدي إلى الأمراض، لأن الطبيب هو إنسان عنده علم، والعلم هذا تاعو كإنسان علم محدود. أنا عندي علم محدود، كلنا عندنا علم محدود، ونشوفوا حتى البحوث الطبية الآن حول هذا الكورونا فيروس كوفيد 19 هذا، راهي فيها مشاكل تخابط وترافيك نتاع بعض البحوث، وأطباء يتكلموا ويعطوا آراء، ويجوا أطباء آخرين يشتغلوا مع الشركة الطبية يعكسوهم، وراهي خلطة كبيرة. فالعلم نتاع الناس محدود ودخل فيه مشاكل أخرى. فإذا احنا تهاوننا وبقينا نتوكلوا إلا على الطبيب وعلى الأدوية اللي يعطيها هو، ما راحينش نروحوا بعيد، نبقوا مرض. والناس تعرف باللي الكثير عندهم أدوية ياخذوا فيها منذ 15 سنة. واحد قبل سنة أو سنتين قال لي أنه ياخذ لي زينيبيتور دو لا بومب ا بروتون، هذو تاع اللي نحو الحامض في الاستوما، قال لي عنده 10 سنين هو ياخذ فيهم. بالنسبة لي والمصحة هذه يدير له مشاكل فيما بعد، ما على بالوش. والناس والآخر ما يقراش الورقة اللي تجي لدخل العلبة تاع الأدوية من جهة، وثانيا فيها بعض الأحيان أشياء ما يقولوها لوش اللي تصير له على المدى البعيد. على كل، للتوكل هذا التهاون والتوكل على أدوية الطبيب ماهوش مليح. عندنا أيضا قضية أقول معليش جاء المرض الله غالب جابوا ربي ما يظلمش، مشي بالصح. كاين الأشياء كثيرة اللي نديروها احنا بيديها ما نديروهاش على الله سبحانه وتعالى. الله منصف وما يظلمش الإنسان، ولا هو ظلام للعبيد. فهذا الفاتاليزم هذا يقول جات من عند ربي مكتوبة وخلاص، لابد نشوف احنا واش عملنا، هل كنا مسؤولين ولا ما كناش مسؤولين. عندنا تجي فيما بعد عقلية الاحتقار، احتقار الحاجات البسيطة. عندما يجي واحد ونقول له والله انت عندك مرض السكر، خلاص عندك مثلا العشبة الفلانية ولا البصل بطرق معينة يكافح مرض السكر، ما قلناش هو الدواء الوحيد، لكن في ظروف معينة نعرفوها احنا المختصين ونعطوها لكل واحد ليجيب قضية معينة، نقول هذا في إطار علاج عام يساعد على مرض السكر. فالناس يقول لك البصل ناكله أنا كل يوم، يجي تقول أنت يا يعالج السكر. فهذا الاحتقار، في الاحتقار مش مليحة، لأن علاش الإنسان ياكل البصل؟ لأن فيه فيتامينات، فيه أنزيمات، فيه معادن، هذه كلها الله سبحانه وتعالى عملها باش كي ناكل تفيدنا. ما بالكم اذا ركزنا البصل هذا اعطيناه في كميات قويه قاعيتك لعلاج مرض معين اللي احنا نعرفوه، فالبصل يولي دواء. لكن عندنا عقليه الاحتقار هذه مش مليحه. ف
كل هذه العقليات تخلينا نتوكل على الطبيب، والطبيب يعطي قراصين ويعطي أدوية، والأدوية ذا تعطي مضاعفات صحية، يعني ديزيفي سكوندار، ونولو في مشاكل. فالمشكلة قضية مسؤولية، إذا ما كناش مسؤولين راحين حتما نوصلوا إلى الأمراض، وبعض الأحيان أمراض خطيرة وما يقدرش يخرج منها الإنسان من جراء العقلية، من جراء عدم المسؤولية. فمن الأسباب الموجودة للأمراض الكبيرة قلنا هذه العقلية. طبعا عندنا بعد العقلية هذه هي تقريبا تنتج الأشياء الأخرى. عندنا ثلاث عوامل أساسية في تدهور صحة الإنسان ونشوء أو نشأ الأمراض الانتكاسية للمرضي كرونيك ديجنراتيف المزمنة، اللي تروح تدهور صحة الإنسان. عندنا طبعا الغذاء العصري. الغذاء العصري ما راهوش كما كان تاع جدودنا، صافي وحلو ونقي وفريشك. فيه كثير من الأشياء نتطرق لها إن شاء الله ممكن في الأسبوع القادم. عندنا العامل الثاني في تدهور صحة الإنسان هو الاسترس، الإرهاق هذا الدائم، والمشاكل النفسية نتاع الإنسان. ولو الإنسان يكون مسؤول ويعمل ببعض الأشياء الأساسية راح يتجنب هذه المشاكل، لكن هذه مشكل العقلية وعدم المسؤولية. أيضا عندنا أيضا مسؤولية الإنسان ككل، ما هوش مسؤولية المريض، هي قضية البيئة. البيئة اللي الإنسان العصري هدمها من جهة، وأيضا لوثها، عمرها بالوساخ. وكل هذه العوامل الثلاثة تعتبر خرق، تعتبر تحدي للسنن اللي وضحنا الله سبحانه وتعالى في الحياة. ربي أعطانا قوانين تسمى السنن الكونية. السنن الكونية هذه بالفرنسوية يسموها للوا كوسميك. للوا كوسميك هذه الله أعطاها لنا باش دارها لنا ككود دو لا روت، يعني قوانين المرور. نعرفوا السيارة عندها الضوء الأحمر، عندها الضوء الأخضر، عندها الخط الأصفر هذا وين ما يحبش الإنسان، هذه كاع تضبط قوانين المرور. فرب الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا السنة الكونية باش تضبط حياتنا، وزاد لنا التعاليم الدينية اللي تجي تشمل كل هذا أيضا. فهذه السنة الكونية. من بين السنة الكونية المعروفة أكثر هي قضية الجاذبية. فعندما أقول الإنسان وروح أقفز من طبقة 14، صوتي من طبقة 14، هل الإنسان راح يقفز من طبقة 14؟ ما يقفش، لأنه يعرف باللي إذا أقفز من طبقة 14 ولا 20 ولا 5 راح تقريب 100% يموت. اللهم إذا كان أجله ما وصلش نقوله مش مكتوب، لكن نعرفوا بلي اللي حب يطلع الطبقة 20 وينقز ولا 5 وينقز منها راح يموت. ولهذا الناس يقول لك لا أنا ما نخترقش هذا القانون، هذا الجاذبية، لا لوا دو لا بيزونتور، وهذه يعرفها الإنسان. لكن هنالك أشياء أخرى ممكن الإنسان يعملها بدون ما يعرف، وهي سنن كونية ويخترقها يوم بعد يوم. من السنن الكونية المعروفة عندنا الحرارة، حاجة سخونة، والبرد. الإنسان ما يقدرش يعيش في برد كبير، وما يقدرش يعيش في حرارة كبيرة. فهنالك قضية التوازن، قضية الاعتدال، والاعتدال نرجع له مرة أخرى إن شاء الله في الأكل، في الضحك، في السياسة، في كل حياتنا. الاعتدال هو عدو التطرف.
فربي عمل الاعتدال والتوازن هذا في كل حاجة، حتى في الجسم تاع الإنسان في اعتدال في مستوى السكر في أشياء أخرى. فهذا الشيء الحار والشيء البارد، عندنا الليل والنهار ما نقدرش نبدلوه، كما ما نقدرش نبدلو الشيء البارد يدير مشاكل والشيء السخون يدير مشاكل، ما نقدرش نبدلوهم، هذه سنن كونية. الليل والنهار نفس الشيء، الله خلقهم هكذا، ليل للسبات والنهار للمعاش، فيبقى هما هما ما نقدروش نبدلوهم. عندنا النوم، شكون اللي يقدر يقول انا ما نقدرش ما نومش؟ اذا كاين سنن كما الجاذبيه الانسان يموت تمتم، لكن كاين سنن واحده اخرى فليكسيبل، يعني ممكن الانسان يتعدى عليها لحد ما، مثلا يقدر ما يرقدش يومين، ممكن ثلاثه بصح من بعد حتما اذا ما قدرش اذا ما منامش راح يصير له مشاكل صحيه وربما الانسان يموت. عندنا قضيه التنفس، ما نقدروش ما نتنفسوش، ربي دارها هكذا سنه كونيه. وعندنا قضيه الاكل، ما نقدروش ما ناكلوش، طبعا فيها فليكسيبيليتي فيها مرونه، ممكن الانسان في ظروف معينه ما ياكلش لمده خلينا حتى نقول 45 يوم، يعني نرجع لها ان شاء الله في الصيام العلاجي في المستقبل، لكن تحت ظروف معينه. لكن بصفه عامه الانسان ما يقدرش ما ياكلش وما يشربش الماء، بدون هذا ما يقدرش يعيش، هذا هو القوت كما يقولون. لكن سنة كونية أخرى هي في التركيبة نتاع الأكل نتاعنا، الله سبحانه وتعالى خلق لنا كل المواد الموجودة لتغذيتنا بتركيبة معينة، والمشكل الكبير المحنة الكبيرة هي في تغيير تركيبة هذا الأكل، نجو ليه إن شاء الله في الأسبوع القادم. لكن نرجع لهذا السنن اللي وضح لنا الله سبحانه وتعالى باش تضبط حياتنا باش تريقلينا، هذه السنن سلوى سون اميوابل، يعني ما يتغيروش ولا واحد يغيرهم، الله سبحانه وتعالى خلقهم هكذا ما يتغيروش. اذا حبينا نغيروهم يعني رانا نتحداو على هذه السنن اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، يعني كاننا عندنا القوانين المرور الكود لاغوت هذا، نخترقوا الضوء الاحمر ونخترقوا الخط الاصفر لين جون، نفس الشيء تعدوا عليها رايحين نخلصوا. اي بورتون نعرفوا بلي الناس يتعداوا يوميا على هذا السنن، لماذا؟ لان الانسان بعض الاحيان كما قلت ما يعرفش النتائج نتاع هذا نتاع الخرق هذا، وما يعرفش يعني حتى انه يخترق السنن هذه. الجاذبيه معروفه، لكن اشياء خافيه في الاكل وقاعدتك الانسان ما يعرفهاش. ليش؟ لان الانسان الاخر هذا اللي يعطينا الاكل اللي يلوث والاخر عنده احتيالات باش يخرق القوانين هذه، وبالتالي الانسان العادي اللي يستهلك هذه المواد هو اللي راح يخلص. فاختراق هذا القوانين من طرف خاصة المنتجين عندنا هو تلوث الهواء، يديرنا مشاكل صحية، تلوث البحار، تلوث الأراضي، تلوث الفلاحة، تلوث الأرض، كل هذه تدير لنا مشاكل وتهدم البيئة نتاعنا، وبالتالي تهدم لنا الصحة نتاعنا. فمن الاختراق السافر الآن هو هذا تغيير تركيبة الأكل كما قلنا، مثلا ليزوجيام هذو ليزورغانيزم جينيتيك مونديفي، بدا الإنسان يخلط في الليجان، يعني مثلا هي اذا كان الانسان حبي النيه تاعو هو يرد شيء جيد فلا باس، لكن هنالك نزعه في العالم خاصه العالم
الغربي الراقي لتغيير أشياء لأسباب أخرى، أسباب ربح وأسباب أخرى ممكن تكاد تكون خفية. وثانيا الله سبحانه وتعالى خلق لنا كل هذا الأمم، خلق لنا أمم، عندنا الحيوان من جهة، عندنا النبات من جهة، عندنا الإنسان من جهة، كل هذا ما يقدرش الإنسان يروح ينحي جين من الجينات من الحوت ويجي يديرهم في الجزر أو المشكل وراه، لأن هذا الإنسان يمشي من أمة إلى أمة. من أنماط كونية إلى أنماط أخرى، التداخل موش مليح، وكأن الإنسان يمسك حاجكم كلب وطير ويحاول يجمعهم لإنتاج شيء آخر، هذا مش ممكن. الله سبحانه وتعالى عمل لنا حدود لكل هذه الأمم. فالمشكل الكبير ليرجع القضية صحتنا هو أن الإنسان العصري هذا غيرنا الأكل اللي كانوا عليه سلافنا وجدودنا. جدودنا ما كانش عندهم كل الأمراض هذه اللي تسمى الآن أمراض الحضارة، المالادي دو سيفيليزاسيون، nos ancêtres ne les avaient pas. بعض الأمراض خفيفة جدا موجودة، لكن كل هذه الأمراض ألزايمر مثلا، باركنسون، وغايتيك، هذو ما تقريب ما كناش نسمعوا فيهم، نسمعوا عليهم في التقريب في الثلاثينات الربعينات. فالإنسان غير الأكل تاعه، والأكل خلقه ربي بصفة حسنة، بصفة تامة كاملة. فالإنسان يجي ويخلط فيه، هذا هو الإنسان يدير المشاكل بالطريقة هذه. فالله سبحانه وتعالى يقولنا لا تبديل لخلق الله، والإنسان يجي يحاول يبدل الأشياء اللي خلقها ربي، خاصة وأنه يلعب وكأنه إله على الأرض الإنسان هذا العصري، ويحاول يغير كل شيء. زيادة على هذا الإنسان غير العادات تاعه في الأكل، كنا نطبخ في البيت ونأكل الأشياء اللي تعملهم الأم والجدات، الآن نأكل كل شيء تقريبا في الخارج، ما عدا المطاعم عندنا هذا اللي اسمه الأكل السريع، الفاست فود ولا لا ريستوراسيون رابيد، وكل المشاكل والناس اللي ينتجوا هذه المواد يعملوا أشياء حتى يجلبوا الناس باش تأكل برا، والأشياء هذه ديرنا مشاكل صحية كما سنرى إن شاء الله. لكن التغيير هذا كيف ينتج؟ مثلا نعطوا قضية، عندنا مشكلة هذه الحلال والطيب في الإسلام، كنتكلموا كمسلمين. طبعا نعرف أن الحلال هو ذبح الماشية عن الطريقة الإسلامية، هذا اللي تقريبا عامة الناس يعرفوه. لكن الحلال ما هوش غير هذا، الحلال هو كل ما خلق الله سبحانه وتعالى وقال لنا تقدروا تاكلوه. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة البقرة في آيتين، الآية 168، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وشوفوا مليح هذه، حلالا طيبا، زوج حلال طيب معا. ويقول في الصورة الأخرى 172، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات، فالطيب هذا مرتبط ارتباط وثيق بالحلال، ارتباط وثيق بالحلال، فما يقدرش الإنسان ينحيهم. فنشوفوا بأن الحلال ما يخصش مثلا غير اللحم فقط كما نعتقده احنا دائما، ولكن كل الطيبات الأخرى، كل الحاجات المليحة الأخرى اللي الله سمح لنا باش نأكلها أو أمرنا بها أن نأكلها. هذا الحلال
عندنا الجانب الاخر طيب، كلوا من ما رزقناكم حلالا طيبا، حلال طيب، ما قالش من جهه حلال وفي جهه اخرى قال طيب، يقولنا حلالا طيبا، يعني فيه ارتباط بين المفاهيم الاثنين، لي دو كونسيبت سون امبريكي لان دون لوتر، حلال طيب. الله حلال شفنا انه تو سكي ليسيت، تو سكو الله ا بيرمي دو توت لي بون شوز. الطيب، الطيب هو يترجموا يقولوا لا بون اليمونطاسيون، بصح لا بون اليمونطاسيون، لا بون اليمونطاسيون ما عندهاش معنى. الطيب هو الماده الطبيعيه اللي خلقها ربي اللي فيها كل المكونات تاعها، حتى واحد ما حتى وحده ما تنحات. ما نقدروش نقولوا القمح هذا والله النخاله تاعو ماهيش مليحه نحوها، مش هكذا. الحلال الطيب هو الماده اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، ما نحيني لها ولا شيء، كالفارينه مثلا ينحو لها النخاله، ما زدنا لها حاجات، ما درنا لهاش هذه المصبرات، ما درنا لهاش الملونات، كل هذه تؤدي الى الامراض، امراض صغيره او بعض الاحيان امراض خطيره في ما يخص مثلا السرطانات. عندنا الطيب هو كل شيء ماهوش مشوه، لان الاكل الحديث يشوه ايضا. عندنا مثلا الزيوت التي تباع في الحوانت يغيروها لحد ما باش ما تتخسرش، لان يقولوا بان الزيت الطبيعيه لوحدها بتبقى غير مستقره، انستابل، اذا خليناها للريح ولا للحراره ولا للضوء راح تخسر، تولي صايشه، تولي غونس، الغونسي. دونك هذه مشوهينها. اشياء اخرى يشوهوها بمواد كيميائيه، ويعني ما تبقاش صالحه للاكل، يعني ما تبقاش طيبه. وحنا نشوفوا بان في عالمنا هذا تقريب كثير من المواد اللي ناكلها يوميا هي مشوهة، من حولها الغلة تاعها مصفية، يعني ولات هل تؤدي الوظيفة الغذائية تاعها ولا لا؟ احنا نعرفوا بلي ما تؤديش. فالطيب بصفة عامة هو الشيء اللي خلقه ربي طبيعي، فيه كل المكونات تاعو اللي داها الله سبحانه وتعالى فيه، يعني اللي يسموه الان طيب هو لو برودوي بيو، لو برودوي بيولوجيك. فعندما نشوف بان الاكل تاعنا هذا ملوث ومشوه وصفاوه وغيروا وزادوا فيه ونقصوا منه، هل هذا يبقى طيب؟ ممكن وحلال، لأن يعني الله سبحانه وحل لنا، لكن الإنسان دخل روحه فيه وبدأ يغير، هل أبقى هذا في آخر المطاف؟ هل أبقى هذا الأكل حلال؟ المشكل صعب جدا. نعرف بأن اللحم ممكن يكون مذبوح، لكن فيه الهرمونات، فيه المواد الكيميائية، فيه لي زونتيبيوتيك، فيه اللي يسموهم لي كزينو استروجين، يعني الاستروجينات نتاع البيئه يجوا من برا، ماهوش لي استروجين نتاع الانسان، وحتى فيه لي استروجين نتاع الانسان. عندنا اللحم، عندنا لي برودوي ليتيل، مواد الحليب، مشتقات الحليب كلها فيها الهرمونات، فيها نلقاو فيها لي زونتيبيوتيك. عندنا الاستروجين تاع الاستروجينات تاع البيئه سانمو فيها مشاكل. عندنا لي بلاستيك، عندنا هذاك الفيلم الاتيرابل اللي يديروه حول الماكله بيحفظوها، مشكله. عندنا المواد الكيميائيه تاع اللي نصفوا بها الدار، مواد كيميائية بعض الأحيان خطيرة جدا. وعندنا لكوسميتيك مواد التجميل. فبصفة عامة هل الأكل نتاعنا حلال وفي نفس الوقت طيب؟ ماهوش حلال ممكن،
لأن الله سبحانه وتعالى سمح لنا به. طيب، هل هو طيب؟ احنا شفنا بين التلوثات كثيرة والتغيير كثير، فيبدو أن من جهة اللحم أو المواد كلها ممكن حلال لأنها عملناها على الطريقة الإسلامية، لكن ما هيش طيبة، يعني ما هيش بيو، وبالتالي في بصفة عامة في آخر المطاف هل الماكلة نتاعنا حلال؟ هذا هو حلال طيب، حلال طيب. نطرح عليكم السؤال هذا ونخليكم تفكروا فيه، وممكن الناس يتجرؤوا ويكلمونا على هذا الكونسبت، هذا المفهوم الحلال الطيب في نفس الوقت. هل الأكل تاعنا حلال طيب في نفس الوقت؟ فالخطوط مفتوحة لكل إخواننا وأخواتنا في المغرب الكبير وفي أوروبا وفي أمريكا، تقدروا تكلمونا. فنبدأ في المكالمات، والتحق بنا الدكتور كالعادة الدكتور فيصل لومي. سي فيصل، السلام عليكم. السلام عليكم يا رشيد، أهلا بك. تبعت شوية الحصة؟ هذا وين بكم، عندي واحد 5 دقائق بالك ولا؟ أي والله سمعت تقريبا وش تكلم بشكل عام. قضية الأكل بتاعنا هذا من جهة حلال لأنه على الطريقة الإسلامية، من جهة المواد اللي أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى حلال، لكن طيب، طيب بيو ناتورال جايتيك، هل الأكل بتاعنا حلال وطيب في نفس الوقت؟ هذا مشكل كبير. لا هو في الحقيقة يعني الأكل إذا كان خضر وفواكه ودعما ديجا دعما نبتة نبات، المشكل ماشي كيفاش تتقى، ولكن المشكل في المبيدات دعما اللي يديروها توتوتو سبديرا بلي كينشروين غدي ليبوم غدي الخوي يفو بيجات أمو بيان لي غانسي بيان لي نتوي ما الداخل المكونات الداخل، يعني النبتة راه تدي غير واش لازم زعما باش تكبر، ولا اذا كان بطاطا مسقيه بماء ماشي مليح ولا ماشي ما مليح، البطاطا في حد ذاتها لو كنت تغسل مليح وكذا يعني زعما عادي ما فيهاش اشكال، الا انه كل ما توسكي في كونستيتوي تبدير اليمون كونستيتوي تبدير يدخل المخابر وتتخلط بمواد اخرى بوري كونسيرفي ايتترا، هنايا يبقى الاشكال، يديروا الفوسفور، يديروا الملح بزاف، يديروا مواد بولي كونسيرفي، غلوتامات دو صوديوم، دور غلوتامات دو صوديوم طبعا. كل هذا الشيء هنا نبداو السؤال المطروح فيها هذا الدوزيام بارتي غير لي زاليمون كونستيتوي. نوصلوا هذا بعد حين سي فيصل. ناخذ بعض المكالمات، جاتنا مكالمتين من فرنسا، نبدا بناصر من فرنسا. سي ناصر السلام عليكم. السلام، لاباس؟ اهلا بك خويا، تفضل. الحمد لله. شوف انا راه عندي واحد كي شغل مرض كيما نقولوا ديودور والريحه الغاليه الرخيصه اي حاجه دونتيفريس هذوك غير نشمهم تقريبا من النطقيه تقريبا حاشاك تقريبا خلاص هذو كيما يقولوا الاصطناعيين خلاص وليت ما نحملهمش، ما نقدرش الدراري كي يغسلوا بالشامبو اللي يديروا الريحه يهلكوني. وانا في الاول كان عندي مده، كان عندي 10 سنين كنت خدمت، كانت عندي شلاظه في اسبانيا وكنت ندير الدواء هذا اربيسيد، كنت نخبط 5 دواوات 6 وكنت ندير غير ماسك نورمال بصح ما كنتش مضرار. ودرك وليت نشم اي ريحه، واحد يدير ديودور ونبقى نهضر معاه يهلكني. الريحة على 30 متر واحد يغسل في الطوموبيل ولا يدير هكذا برودوي هذا كنشمو يهلكني، ما عرفتش الدواء وما عرفتش واش بيا. دكتور فيصل، ممكن الى ديفلوبي ان الرجي، يعني لازم يشوف طبيب حساسيه باش يشوف ممكن عنده الى ديفلوبي دي زالرجي اون فيغ اميجور معك كبر شويه ممكن. مش عارف عمرك سي ناصر؟ انا عندي 52. الله يبارك، مازلت صغير. هل شفت الطبيب على المشكل هذا ولا؟ في الحقيقه ما شفتوش. هما انت هنا غلطت، لان الاول شيء تعاملوا اذا كان عندك مشكله هكذا انك تروح تاخذ راي الطبيب لانه هو المختص في القضايا هذه. نشوف الطبيب وشوف
اي حاجه طبيعيه، عندي القرنفل الصوالح هكذا ودارهم لي شغل نغسل بهم سناني، اي حاجه طبيعيه ما تهلكنيش، اي ريحه واش نص حاجه اصطناعيه تهلكني. المهم ان شاء الله طبيب ومعدل. انت الجسم تاعك راه يتبع في السنه الكونيه، يتبع في الشيء اللي داره الله سبحانه وتعالى. راني نتبع واش راك الحمد لله واش تقول لك يعني نعمه الله يبارك. شوف 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 الطبيب، ابقى مع المواد الطبيعية، حاول تطبق، وعندنا وصفة راهي على الانترنت اسمها استراتيجي نوتريسيونيل دو سونتي ديجستيف اي جينيرال، تقدروا تنزلوها وتطبقوا التعاليم اللي موجودة فيها، هاي موجودة على الشاشة، تقدروا تطبقوا وش فيها وتعيشوا حتى تبروا بعض الأمراض من جهة، واللي ماشي مريض يحاول يبقى على التعاليم هذيك حتى يبقى تبقى صحة تاعو جيدة. عندنا الأخت فريدة من فرنسا، السلام عليكم. Je pas entendu. Je voudrais savoir le nom en français de l'enjbar. الجبار. الانجبار. الانجبار. إيه. الجبار اللي ناكلوه. اللي ناكلوه نعم. هذاك واسمه لو مايس. لو مايس؟ ايه. داكور. هذا هو. سؤال آخر؟ لا شكرا أستاذ. الله يسلمك، الله يهنيك. أي الله يعاونكم. الله يهنيك. مشاهدينا الكرام، نرجع إلى اللقطة لدكتور فيصل في الأسبوع الماضي، نشوفوا اللقطة هذه ونرجع لكم فيما بعد. الإنسان باش يوصل للمرحلة تاع المرض، يعني راه الجسم تاعو راه تخدم بكل كما نقول لك، راه ديجا تخدم بأكل ماشي زعما صحي 100%. دونك كي نوصلوا لطاغي لافاز تاع لي ميديكامون ولا تاع لو تريتمون، افكتيفمون ما راناش في لافاز انيسيال، رانا في لافاز سكوندير. صافي دوك لازم عندك مرض لازم نداووه اوبليغاتوارمون بالدواء. بصح لا بريفونسيون ولا كونستيتيسيون تاع لورغانيزم افكتيفمون يجوز على الاكل. كاين واحد الدراسه ثانيه كي كنت تهضر اذا فكرتها، انه كاين واحد الدراسه يقول لك باللي لو كور هيومان اي لي كونديسيوني بار لي 1000 بروميي جور دو سا في. يعني الانسان حتى لو غو حتى لا كونستيتيسيون تاع كيس كيلام كوم اليمون كوم مثلا زعما مثلا ما باش انا نحكي لك باغ اكزومبل حنا نحبوا الطعام، باغ اكزومبل في الجزائر نحبوا الطعام باسكو اوني كونديسيوني دوبي نوتر فونس باسكو نحبوا الطعام. هذه جربتها مره في ولدي، انه ما عطينالوش السكر لي كوكا لي توسكي بواسون غاز سكريه. تقريبا اول مره شربها في الجزائر مع خويا، كان في عمره تقريبا 3 سنين ونص ولا 4 سنين. صحيح عندنا مشكل هذا. الان راه في عمره 8 سنين، والله اتابل زعما كي نحطوا الاكل جو لي بروبوز مثلا بواسون غازوز ولا الماء، يبريفير الماء في عمره 8 سنين. تي فوا سي كوبا ولا زعما الاصدقاء تاعو ما يشربوش الماء، ما يعرفوش الماء، الكو تاع الماء ما يعرفوش. علاش؟ حيت سي سون كونديسيوني غير بار ماكدو، بار هاد جينيرالمون كي تروح الماكدو كيسكو تي بوا تي بوا اوبليتارمون دي بواسون غازو سوا كوكا سوا فونتا سوا وي. هذه جربتها في ولدي سي و ايفيكتيفمون هاد الدراسه هذه صحيحه جدا، انه حتى الصحه تاعك اللي كونديسيوني زعما هذه الدراسه كانت على الكو المذاق. أن الانسان يكون كونديسيوني في راسه انه يحب تال وتال اليمون تال وتال بواسون، باسكو في دون سون جوناج كانوا نعطوه زعما يعطوا له زعما بور لو فيغ بليزير نعطيو له حاجه مسكره حاجه حلوه. يولي ما يشربش الماء العادي، يولي ما يفهمش علاش نعطوا له الماء العادي. سي ان كونديسيونمون. سي ان كونديسيونمون. قلت لك انا جربتها في ولدي الاول، وولدي الثاني راه في عمره 3 سنوات، يعني مازال ما دخلنالوش السكريات. وي. مشاهدينا الكرام، هذه كانت لقطة لدكتور فيصل اللي هو راه معنا اليوم في الحصة تاع الأسبوع الماضي، وتشوفوا فيها أهمية تربية الأولاد على طبيعة غذائية
معينه في الصغار، واش نعطوا لهم في الصغار يبقى في الكبار. فنرجع لدكتور فيصل بعد حين، لكن ناخذ الان مكالمات. عندنا الاخ نور الدين من قسنطينه. السلام عليكم الاخ نور الدين. السلام عليكم، تفضل. وعليكم السلام. تفضل خويا، راك على الهواء. دكتور سي رشيد. نعم تفضل. سي رشيد، حبيت نوضح لك، كلمتك عندها 15 يوم. ايوا. على زيت الزيتون القديم. اي والله. قلت لك بابا الله يرحمه مرض بالحرق تاعه من التدخين. ايه. مرض من التدخين من الحرق تاعه. ايوا. أنا أسمع فيك، ممكن تبعد على التلفزيون من فضلك، أغلق التلفزيون. أنا بعيد. قلت لك هو مرض بالحلق تاعو من التدخين. أيوا. فهمتني يا سي رشيد؟ أي. من التدخين كان يدخن بزاف. سمعنا. الحلق تاعو. أنا. إيه سمعناك إيه. الحلق تاعو. ودواء هذا زيت عرب، زيت زيتون القديم. دواء الحلق تاعو بزيت زيتون القديم. ايوا. هي خاطر ما الحصه اللي عدات ما فهمتنيش يا سي رشيد، قلت لك هو كان يدخن. يفهمتك. كان يدخن وتثبت الحلق تاعو عاد ما يقدرش يهضر. هل السيد هذا ابوك قلت لنا؟ انا ايه. وفي اخر المطاف استعمل الزيت القديمه، واش صار؟ ارتاح. ايه احنا فهمناك هكذا. هي خاطر ما قلتش انت سي رشيد من التدخين، هو اللي يدخنوا هذوك يدخنوا ويمرضوا بالحلق تاعهم. وكيفاش كان يستعملها؟ يستعمل مغرف كيجي يرقد، ملعقه كيجي يرقد. مغرف تاع قهوة ولا تاع ماكلة؟ ملعقة الفراغ. وملعقة الفراغ. تاع ماكلة؟ تاع ماكلة نعم. أيوا، شحال من مدة هو يستعمل فيها؟ والله استعملها سي رشيد 4 أيام برك. هذا ما كان. 4 أيام مرتاح. مليح. هما في السبيطار سي رشيد حبوا يديروا له لافار بهذيك. وش حبوا يديروا له؟ يتكى عليها ويتكلم هذيك. ايوه. لا بالك يا سي رشيد دوفال باللي على بالي في قلبه. في حلقه، في الحلق تاعو. اوكي. ومن بعد يعني المشكل تاعو انتهى. هو ما دارهاش ودار دواء بالزيت القديم، زيت عرب، زيت زيتون القديم، دواء به 4 ايام مرتاح. ويعني ما كانش خدا ادويه نتاع الطبيب من قبل؟ خدا حتى أدوية، جبت له واحد لاجوز يطرى زيت زيتون، عنده 14 سنة، شرب منها 4 أيام مرتاح. بصح أنت قلت أنه كان في المستشفى يا لا؟ أو راح المستشفى ما حبش يدير لافار. أوكي، بصح عطاو له بعض الأدوية. اللي يديرها في الحلق هذيك. عطاو له أدوية. ما حبش يشربهم، كي جا هنا ما حبوا يديروا له لافار، شفت لافار هذيك اللي يديرها في الحلق، كي يتكلم يهضر يتكى عليها. خير ان شاء الله، هذه شهاده. الحمد لله الناس المستمعين راهم يسمعوا، اذا كانت الزيت القديمه فادت بالطريقه هذه الله يبارك. احنا كان السؤال تاعنا دائما هل الزيت القديمه مليحه ولا مش مليحه؟ وقديمه شحال؟ تارك تقول 14 سنه. احنا نعرفوا بان علميا من ناحيه العلم ان الزيت زيت الزيتون ممكن تبقى عامين ثلاثه اربعه، لكن غالب الاحيان يقولوا عامين ما تفوتش، والا من بعد تبدا تخسر. فما زلنا ما حليناش المشكل تاع الزيت القديمه تاع 14 سنه وتاع 20 سنه، لان اخواننا الاطباء في الجزائر وفي بلاد قبائل وكاع ما حبوش يكلمونا بيعطونا رايهم في القضيه هذه، مخلين غير الشعب يتكلم. فالرجاء من
الإخوة الأطباء يعطونا رأي في هذا، الناس اللي راهم في الميدان اللي عايشين في بلاد قبائل اللي عايشين في أماكن وين الزيت هذه القديمة موجودة، يعطونا رأي حتى ينورونا وينوروا الناس كلهم، لأن هنالك شهادات صارحة لفائدة الزيت القديمة، بعض الشهادات ماهيش مليحة لكن موجودة، هذه موجودة شعبيا وحبينا نفهمه لأن العلم يقول أن الزيت اللي تفوت عامين ماهيش مليحة. عندنا الأخت الأخ مالك من فرنسا. سي مالك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم خويا رشيد. أهلا بك خويا، تفضل. حبيت نسقسيك خويا، ديك الخطرة هضرت على البروستات اللي تنفخ له البروستات، قلت لي ديال البصل، البصل سبع بصلات في ريت الماء. ايوا. ويشربهم، ما غادي يشرب الماء هذاك. ايوا. باسكو هذا سي بينا عنده هذه وشربهم ضراته شويه. ضراته؟ الاول شغل قريب جاتو الانفكسيون، ومن بعد برا، ومن بعد شويه ارتاح منها. برا. ايه شويه، صاب صحته من بعد. بالقضيه بالوصفه اللي عطيتها انا. ايه باللي عطيتها انت. ايوا. بصح مانيش باغي عاودها، خفت تما، خاف تما، هو خاف لي عاودها. شحال في عمره؟ عنده واحد 72. 92 هو البصل ماهوش. 72. ايه الله يبارك. البصل ماهوش مشكل، يقدر عاود يجربها يوم بيوم ويشوف. شحال يديرها؟ يديرها جوج خطرات ثلاثة نقولوا في. لا انت عندك هذا، قلنا هذا الريت لهذه يغلي سبع بصلات هذه في الماء، هذه وصفه نتاع طبيب فرنسي كبير مش لي انا، يا في الحقيقه طبيبين دكتور جون فالني ودكتور لابراز هما اللي يمدوا الوصفه هذه ومجربينها وتفيد. شيء طبيعي الاب ارتاح منها شويه، حاول تزيد له يوم بيوم وشوف الى يصيب عليها ولا ما يصيبش. صح هكذا، باسكو هو ضراته النهار الاول، ومن بعد كي شرب كي كمل هذيك الريتله ضراته لي برومي طون، ومن بعد صاب عليها تما، ومن بعد ارتاح صافا. قلت لي ضراته ولا براته؟ ضراته صار ليها في مال. وي، ومن بعد ولا ارتاح؟ ومن بعد ولا بيان، قال لي ضراته ومن بعد صاب عليها، شغل صاب عليها. ما عرفناش لا هي اللي ضراته ولا شيء اخر. لان انا ما عنديش المحيط تاع الانسان هذا، نعطي حاجات اللي تكون سهله هكذاك نمدها، بس ما ندخلش عندما تجي النباتات الطبيه وكاع ما نحبش ندخل فيها، لان لابد نشوف الانسان وندرس حالته العامه قبل ما نعطي له شيء. البصل ماهوش فيه، ما فيش كثير، ممكن الانسان اللي ياكله خضر يضره في المعده، اما طايب هكذاك الشيء الوحيد اللي نعرفوه احنا انه يعمل ان الانسان يروح يطير الماء كثير. صح. هذا هو الدول الاخرى. انت الان جرب يوم بيوم وشوف، اذا شفت فاتو كمل، واذا ما فاتوش ولا ضراتو شويه حبس. داكو. هذا هو. شحال يديرها من الوقت؟ يديرها زوج خطرات وخلاص. لا انت عندك الريتله تاع الماء هذه، يحاول يشربها في النهار بصفه متقطعه. اسكو يزيد يعاودها اون فوا. هذا واش راني نقول لك، انت جرب اليوم الاول يشوف. يقول لك هو دارت له مشكل ولا ما دارتلوش، اذا ما دارتلوش زيد جرب اليوم الثاني. يعطيك الصحه. زيد جرب اليوم الثالث، بالك ربي يجيب الشفاء بهذا، لان هذا البصل ماهوش شيء عادي عندنا، ماهوش ما فيش مشكل، والانسان دائما بعض الاحيان يروح بالتجربه كما يقول. انا تكلمت هذا على اندري جيد، يقول en raison de l'immense diversité des physiologies humaines toute prescription est une application et une expérimentation. يعني الفيزيولوجيات تاع الناس مختلفه كثير، الواحد اللي يفيدو البصل ما يفيدش واحد اخر، ولا واحد ممكن كما تقول انت يضرو في البدايه ومن بعد يفيدو. احنا عندنا في المواد الطبيعيه دائما خاصه في الاعشاب ولا في الهوميوباتي، في البدايه الانسان اللي يكون عنده مثلا قرحه ونعطوا له علاج للقرحه، في البدايه الاعراض تاع القرحه هذيك تزيد لمده يوم يومين، ومن بعد تولي تحبط. فممكن ابوك صار له هذا بهالطريقه. انت الان حاول تجرب، ليكسبيريمونطاسيون دائما فيها فائده، لانها تعطيك نتيجه، يا اما
إيجابية ولا سلبية. يعطيك الصحة خويا. الله يسلمك خويا. الأخت فاطمة من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بغيت نسقسيك من فضلك دكتور. تفضلي أختي. زيد فضلك. تفضلي. بغيت نسقسيك، عندي ليبوما والدوخة. عندك ليبوما والدوخة. الدوخة كاين هكا لان كيتجيني الدوخة نبغي حاشاك نتقيا. ما عرفتش منه. من وقتاش هذا يجيك؟ الدخار عندها واحد الشهر ولا هكا، بصح لي ستومان نضل عيطه ناكل فيه واحد الدواء، ناكلو زاميلوت قدامي نشرب القهوه. ايه هي بصح غير نحبك ترجع لي الستومان. اي والله عندك دوك لي ستومان وعندك الدخار. رحتي شفتي الطبيب ولا ما شفتيش؟ هو شفتو قال لي بالك نعطيك الراديو تموتي، بالك الدخان على ودنك في الراديو زعما بالك من ودنك، مانيش عارف. ما عندكش الضغط تاع الدم لا طونسيون كيما يقولوا؟ لا عندي انا ناكل في الكاشيات. خلينا نشوفوا الدكتور فيصل واش يقول لك. السي فيصل. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل اسمع، بقاي معنا. دوك عندها الثانية إذا الحريق تاع الأسيديتي لو غوفلو كاين تخاتمون دو سون كيف يقولوا لهم لي ديفيتي، وكاين تخاتمون دو سون يقولوا له كافيسكون تاع لونتي غوفلو. إذا فهمت يعني إذا كانت هذا واش عندها الأخت فاطمة؟ سمعتي؟ اسمح لي لكن الامتحان نفهمك كيما قلت في ديتاي. الميتسا تاعها راح ليها مركله ثلاث مو تاع تانك جور تاع تدي طنجانيل صح 500 ملغرام قال لها كل تحبه صح تحبه في الليل صح. وهي قالت لك كي تجيها الدوخه لا تدور بها وتجيها كيما وتجيها كل لي نوزي حاشاك تحب تقيه والراس تحت ينمل صح. دروك هو واش بعثها عند حكمه رونديفو عندي ويا غير صح رونديفو تاع الفيرتيجا وبعيد مدة حتى الموجوري تقدر تكون بدك من الودنين يشوفوا في جامي. نعم بيسير الحاجة الأولى يشوفوها هي الودنين، زعما إذا يشوفوا لغة انتان إذا عندها مشكل فيها ولا لا. سوفون زعما تقدر ترى تكون فيرال زعما تروح وحدها، وإذا كانت زعما انفكسيون ولا تريتها زعما وحدها سوا يديروا الانفلاماتوار ولا نعم. دلها بالسونتي راهي تستنى، دارت عيار راهي تستنى البيلون باش يشوف واش مديها راك. واش مديها راك مدوما؟ رانا في مونبيليار سوشيو مونبيليار. اي مونبيليار انا فرونزا. في 25. حتى تقدر تشوف اذا عندك رونديفو من الجونفي راه شويه بعيده، من عندك شهر ثلاث شهور ولا اربع شهور تقدر تشوف في جهه اخرى. نطيق نشوف في جهه اخرى يا اخي. وعندها مش هي بحب تشوف بعد مع الاستاذ رشيد بالك من ناحيه الطب البديل، ومام طون عندها اسمح دكتور عندها دوزيام بروبليم تاع حاشاك عندها لي بيرت هما قالها سي بارابور لا سكسيتون تاع لي زاكوشمون. واش عندها هذيك حاجه اخرى، هذيك لازم تشوف اوبليغاتوارمون ان جينيكو اذا كان عندها دي بارت بلونش ولا مارو ولا هكاك لازم راه ليميت يقول لها انه لازم انترفونسيون شيروجيكال. وهي مش حابه فهمتك حابه لها كان بارابور الطب البديل ولا شعبتها. احنا في قضايا كيما هذه ما يلزم نشوفوا الرابور ميديكال، يلزم نشوفوا الانسان، نطرحوا على الانسان اسئله كثيره قبل ما ناخذ موقف، لان هذه مش حاجه باينه هكذاك، ممكن عندها حاجات واحده اخرى اللي تعطي لها المشاكل هذه. ما خاطرش ما عندهاش ما تتحكمش ولا في التبول كيما نقولوا. خلاص. شحال في عمرها؟ 70 سنه.
تقريبا يعني لازم تشوف جينيكو، لازم تشوف جينيكو بلكي يعطوا لها هرمونات ولا هكذاك باش يعاونوها شويه. بصح لازم تشوف جينيكو دابا. مدونا ثلاث مرات بصح ما تبعتهاش تاع طوبياز ميديكامو طوبياز. خلاص شوف خلينا التليفون تاعك مع التقنيين هنايا نتصل بك من بعد. بارك الله فيك، ما تلاقيش مشكل. الله يسلمك. عدنا الاخت ليلى من بومرداس. السلام عليكم. الو ليلى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي اختي. الله يعيشك خويا. انا عندي زوجي عنده ان ترومبوز في لافين بورت تاع لو فوا. وي جاتو ايغوي ما عندها قديمه تقلها هذا العام. هذا العام زوجي في عمره 47. شحال؟ 47 سنة. الله يبارك. ايه دار كاع لي بيلون على لو فوا صافا مليح. من لو فوا مازال مليح. اسك منين جاتو لا ترومبوز مازال ما عرفناش. قعد في لوبيتال دو موا وعندو من بعد دارو لي فيسا واحد اخرين. دارو لي فيسا واحد اخرين لي اليمونتي لو فوا. وبعد لقاو يشرب سانتروم، عطاو له غير سانتروم. حبيت نشوف الطب البديل هذا افلا ترومبوز هذه تاع لا فامبوت ولا حاجه اللي تقوي لو فوا ولا حاجه اسك تنحى ما تنحاش. وي بون، احنا كما قلت عندنا قضيه تعديل الاكل بصفه عامه، لان ما نعرفش وليدك كيفاش ياكل. راجلي من ماري. راجلي نعم. راجلي او راجلك. عفوا راجلك. ما نمط الحياه تاعو مش عارف ليه يرقد مليح ما يرقدش. نوعيه الاكل نتاعو كاين حاجات كثيره اللي بود الانسان يسال عليها. ما نقدرش نعطيك شيء لاشياء مازال ما نعرفهاش كثير على راجلك. عندنا الوصفه هذه اللي موجوده في الانترنت في جوجل، ينزلوها وتعدلوا الاكل تاعكم بطريقه. وفي كثير من الاشياء اللي راح تفيد الكبد، راح تفيد الكبد بتعديل الاكل، كوريكسيون نوتريسيونال، بالانسان يرجع الى اكل طبيعي. وبالطريقه هذه كثير من الامراض تروح. فانا نحثك ان تنزلوا الوثيقه هذه، موجوده على جوجل، اسمها استراتيجي نوتريسيونال دو سانتي ديجستيف جينيرال. هاوليك ثم كتبوا هذه في جوجل تلقاوها وحبطوها وتطبقوا الحاجات اللي فيها. ما نشوفوا الراي تاع الدكتور فيصل. نعم تاع لا ترومبوز فينوز هذيك تاع لافينبورت راه اشكال. لازم يديروا له ديسكانير فوار دي ديالا مكداك. ربي يجيب الشفاء برك ان شاء الله. ماشي حاجه سهله يعني. ترومبوز فينوز لافينبورت شويه ماشي مش سهله. شحال عندهم اللي عنده لا شحال عندهم اللي لقاوها له؟ عنده من مي واحد كات موا. وكيفاش؟ حتى دوك مازال ما صابولوش، ما دارولوش سيارة سكانر ولا واش عم يديروا له؟ دار سكانر، دار كلش، دار لي زاناليز، دار كاع بيلون جينيرال كامل. يعني تكيف شويه زياده كاين هكا قال له من هذاك. لا ماشي ما تجيش متكيف. لا ما تجيش متكيف هذاك زعما حاجه بلي سيريوز. معليش يشوفوا له لازم يبدو ان فقدنا الدكتور فيصل لومي. نشوف التقنيين راح نعاودوا يتصلوا به ويرجعنا ان شاء الله. الاخت نعيمه ما زلتي معنا؟ نعم ليلى. إيه خلاص هو اعطاك بعض النصائح الدكتور الاخر فيصل لومي. انا قلت لك حاولوا تنظموا قضيه الاكل. فيه توجدي بان فيه ايضا صيام علاجي اللي ممكن يعملوه، هذا راح يصفي الجسم تاعو ويساعده، لكن المتابعه او الرعايه الطبيه لابد يوصل معها. فيما يخص علاج طبيعي، العلاج حنا كالاطباء لازم يكون معايا ونسأله لمدة ساعة ونص على كثير من الأشياء في حياته، على التغذية، على الأشياء أخرى ممكن يعملها. وهذا مش ممكن، أنا مش موجود معك، مش موجودين هنايا. اللهم إذا كانت شيء على التليفون وهذا راح يطول. غالب الأحيان
ادويه ما كاش كيفاش نبعثها لكم. فحاولي تشوفي محليا، شوفي في البوتان تليفونيك في السجل الوطني للتليفونات، ممكن توجدي طبيب جزائري اللي راح اللي يعالج بالطب الطبيعي ايضا، واللي راح يفيدكم ان شاء الله. هكذا فقدنا الاخت ليلى. عندنا الاخت نعيمه من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. اهلا اختي. فوالا انا عندي اون كيستيون على لوستيوبوروز. ايوا قالوا لي صافي عندي 8 موا شيمينوبوزي دوبوي 3 ans. وي اي قال قالت لي احسن جينيكولوج قال ما في هذيك تاع الراديو تاع قالت لي عندك لوستيوبوروز. وي 2.9 دونك ما دوني ايفيستا ايفيستا 60 ميليغرام. وي وما حملتهاش جاوني لارتيكولاسيون جي مال وجنو جي حبستها صافي عندي واحد 3 جوغ حبستها. وي مي مون رونديفو عند جينيكولوج حتى لاكتوبر. كونت است كيزون باردون كونت است كيزون اي فوزون دياغنوستيكي لوستيروبوروز صافي ان اون. وعندك عام وانت تاخذي في الدواء هذا؟ قريب عام ماشي اكزاكتومون عام واحد 9 موا 10 موا اي ناخذ كل يوم حبه. اي دوكاتيك كنت ناخذ كالسيوم وانت معاه لا كالسيوم حبسته هو باسكو جي مال على ارتيكولاسيون عندي جنو تاعي ما جامي جافي مال الجنو دوكا كي نمشي يوجعني. وي حبيت ناخذ حاجه ناتوريل. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de naturel? Oui, bon, il y a pas mal de choses. C'est que, oui. comme je viens de dire et répéter aux téléspectateurs avant vous, ça demande beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qu'on doit poser sur le mode de vie de la personne, l'alimentation depuis des années, comment ça a été. Évidemment, il y a la question de l'âge, la question hormonale. Si vous voulez laisser votre numéro de téléphone, je vous appellerai plus tard et je vous expliquerai comment on pourrait agir dans ce sens. Voilà, exactement. Oui, il n'y a pas de problème, je vous laisserai mon numéro. Voilà, voilà. Docteur Faisal, salam alaikum. Salam alaikum. Vous êtes là. Bon. On était en train de parler de... Oui, de l'ostéoporose avec cette sœur. Bon, elle est en train de prendre un médicament en particulier, mais doit ou elle a qui ne trouve le doigt à droite de la machine qu'elle fait les articulations. Oui. Oui. En tout cas, moi, je vais parler. Je lui parlerai plus tard en médecine naturelle. Nous avons certaines approches sans effets secondaires qui peuvent lui être très très utiles. C'est conçu par. Surtout pour la prévention. Oui. Voilà. On lui parle. Inch'Allah, Resma Fina. Et on lui parlera plus tard. Adna al-Akh Rabah min Almania. Si Rabah, salam alaikum. السلام على السلامة يا جماعة عزيز. شوف أنت قلت واحد سؤال يعني الناس يكونوا في منطقة القبائل يعني باش يكيفوا لي منا. أيوة. على الزيت هذه القديمة. نعم. الزيت القديمة تهم يعني 80% تاني بميدسينش يعني تاع الدواء يعني الحقيقي. أنا عندي جدي يعني حياته كاع في الجبل عايش وعايش في لاماتور واش يغرس واش ياكل. كلش بيو ويشرب الزيت كليرو يعني بالقرعة. أيوة. يعني جامي شاف الدكتور جامي راح لوبيتال جامي يعرف لوفتالمون جامي يعرف يعني جينيراليست يعني الواحد يعني يضرب الماكلة بيو ويزيد يشرب الزيت قديمة الزيت هذا دياله هو اللي عنده شجور هو اللي يعني اللي يشرب الزيت دياله
يعني جامي شاف ان ميدسان، وتعرف شحال عاش؟ عاش 135 سنة في عمره، الله يبارك. هذاك الوقت في الجزائر. الور سي كيفي هاد الناس هادو اللي يشربوا الزيت قديمه يعاون بزاف يعني الامراض في الجسم تاع الانسان. الله يبارك. سي رباح، سي رباح. نعم. زيت كي تقول انا نعرف هو ياكل زيت تاعو، اصحاب الجبل دائما عندهم زيت تاعهم يديروها تحت الارض في لي كاف هذوك ويحفظوها وياخذوها حتى وين تخلص. لكن كي نقولوا زيت قديمه، شحال من سنه زيت قدامه؟ شحال من سنه؟ من 15 سنه حتى ل 20 سنه. هو عنده الزيت يعني القديمه تاع 15 يعني سنه يعني يشربها بلا بروبليم 100%. ووقتاش توفى جدك هذا الله يرحمه؟ هو عنده مدة واحد 30 سنة من توفى. وانت كنت حاضر لهذا الحالات تاع الزيت اللي كان ياخذها؟ لا بيسير حاضر، انا نروح للبلاد قبائل سوفون يعني نزوره، فهمت؟ والناس بزاف اللي يزوره يعني خاطرش مع كبر تاع السن ولاو دروسو كاع ما كاش، ومن بعد عاود نوض دروسو من دار وجديد صغار هكذايا، ومن بعد ولا نقص من لافي وحتى توفى يعني وتبرد شويه لو مورال. سي نورمال 135 سنه على بالك واحد يكبر فات الله يولي شغل بيبي. ايه معلوم، لكن 135 سنه لابد تكتب عليه شو كتيب انت يا. وش يكتب عليه؟ اكتب عليه كتيب حياته. سي فري يعني باش نكتب كتاب مانيش عارف انايا اسك لا كريمو هذو يعطيو لي لا كريمو ولا لا لا الطابع، مانيش عارف انايا اسك لي. لا لا انت كتب علاش يجوز على الحكومه من جماعة نكريفا الا كتب كتاب لا كريمو؟ ما مانيش عارف شنو راهي صاير في الجزائر، لكن تراك في المانيا تقدر تطبع كتاب في اي مكان تحب. اصلا نجم نديرو بالالمانيه، وي بالالمانيه نجم نديرو. ديرها بالالمانيه ونشوفوا لك ناس اللي ترجموه بالانجليزيه وبالعربيه. ونزيد نقول لك يا اخي الناس هذو اللي عندهم الامراض يعني كيما نقولوا حنايا في الجزائر. نعم. سيرتو هذو اللي يديروا ديئيد يعني يديروا الريجيم. ايوا هم ان غران بروبليم كي سو بوزون لالجيري سي تادي لا ماجوريتي المشروب اللي هاو يتباع في سوبر ماركات يعني في السبيرات وكذا كاع هذوك لي جو هذوك سي ني با دي فروي اروما يعني كاع يتيك يعني فيهم السكر 80%. يعني الناس ما يجبوش يديروا يعني الريجي في هذيك البلاد. والخبز الشعير في الجزائر ما كاش 100% الخبز الشعير كيما هنا في المانيا تشوف الخبز الشعير 100% وبزرعه تاع يعني تاع القرعه وكاين بزاف يعني الاعشاب فيه يعني يجب الانسان يدير الريجيم. وبصح الانسان الا في الجزائر ما يقدرش يدير الريجيم يعني تاثر عليه المرض، ما كاش الملزوم في الجزائر وما كاش الدواء يعني في الجزائر، وكاين عندنا اكثر من 8000 شبه طبي في الجزائر ومترافيكين الدبلوم تاعهم كوم دكتور، يعني نورمالمون يجوزوا كاع يتيك هذوما لي دكتور للستاج باش يعاود يعني لو دبلوم تاعو من دار جديد باش يكونتروليو هذوما الشبه الطبي. ويعطيكم الصحه وبقاو على خير. بارك الله فيك. لكن قضيه الاطباء الطبيب يترافيكي الدبلوم تاعو شويه صعيب سي رابح، لكن متفقين معك بان لي جو اللي موجودين في الحوانت في لي سوبرات وكايتيك فيهم لي زاروم معروف حتى من بكري، حتى سيليكتو، حتى الجازوز تاع تشينا، الجازوز تاع القرص، هذو كايتيك ماهمش طبيعيين معروفين. وحنا دائما نقولوا للناس ردوا بالكم منهم، اللي يحب العصير يشوف عصير تاع تشينا ولا يعصر في بيته ولا هذه قضية سنن. يرجع الإنسان للمادة الطبيعية ما يمرضش، إذا بدأ يستعمل الحاجات اللي هي مصطنعة كيميائية راح يمرض، هذه متفقين عليها. بارك الله فيك على هذا. لكن الأطباء عندهم
عندهم دراسات قوية، وعندنا أطباء كبار في الجزائر، وعندهم تجربة أو تجارب أكثر من كثير من الأطباء هنا في أوروبا، لأنهم يمارسوا بعض الأمراض اللي مش موجودة هنايا. بارك الله فيك على كل حال. عندنا الأخت دليلة من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يسلمك أختي. أولا حبيت أشكركم وأبارك الله فيكم على المجندات كل مرضى في أولا ستيفي. نعم. والآن ما فيها طيب. أنا أسمع فيك تفضلي. حبيت أشكرك برك. عندي بكرة واحد جينا لي مشكل في الدبار. اسمحي لي ما سمعش الكلمة، واش عندك؟ شو التنمل. أدم بالذات كده أطراف كبيرة. الكلام راهي انقطع. ما عندك رجليك ولا يديك ينملوا؟ رجلي اليسرى. أوكي. داك دا وعندي واحد عام هكذا. أنا صار لي هكذا المشكلة دوما كي رحت للطبيب دابا لا غادي وقالوا لي استنفوج دابا غادي يبود لومبير ظاهر. قالوا لي استنفوج. بعد ما وصلت الدرجة هكذا ما نحسش بلي لاكيت هكذا حاشاكم كي نلبسها ولا نطلع بها هكذا سوغ لولي هكذا. بصح مع ذلك لو طوت نحالي هذا المشكل. بصح مازال هكذا شغل التنمل هذاك نيفو دو لا شوفي نيفو اي سي جينا بلي هكذا مشكل. الصوت تاعك راح ما عليناش. فهمنا الاخر الملخص تاعك دكتور فيصل. اسمح لي ما سمعت واش المشكل تاعها. راهي عندها دي فورميمون دون لا جامب. صح. يسرى لا جامب جوش. صح. واش درتي كي تاعها؟ اللي قلت لي درتي راديو. من راديو اللي درتي؟ درت لا راديو تاع الظهر. واش درتي؟ درتي تاع ظهر ولا تاع رجليك؟ تاع ظهر. تاع ظهر درتي راديو ولا سكانر؟ الراديو. راديو برك. ومن بعد واش قال لك الميتا؟ قال لي استنفوجيت هكذا نيفو عباش تاع العرق ولا جمعه. وشحال عنده ملي راه ينمر؟ شحال عنده ملي راه ينمر تمل الجري؟ هكذا نقولوا عام هكذا يوناني. يوناني نيفو دلا شوفي. صح. سورتو كون هكذا نستريسي ولا كان تفسك بقول الاحتقان كنا في المهنة نمود لاسين لي يبنى. ما شوية شوية صعب في التليفون باش لنا نعرفه ويقدر تموش رصاري من السلمان هذاك يقدر يجيك من زوج حوايج. إما عندك مشكلة في لينار تاعك صافي دير كان كومبريسيون كالكو بار سوا في الظهر سوا في الجنو ولا سوا في فاتي كالكو بار ولا لازم نعرفه لوندر واي اكزاكتومون منين راه كومبريمي. هذه سي بوسيبل. لا دوزيام شوز سي بوسيبل بلي يجيك من الاوعيه الدمويه صافي دير عندك كاين يقولوا لهم لي سيندروم دو رينو صافي دير الرجلي كي شغل يبردوا ولا زعما الدم ما يوصلش ليهم كوم يلفو. ما على باليش تشوفي باغ اكزومبل كي تكوني قاعده هكذا كان شغل جنو ولا تقعدي ان سارتان طون من بعد كي تحب تنوض هكذاك تحس رجليك بلي راه منملو. هذاك سي فاسكولير صافي دير الدم ما يوصلش كيما لازم ليكستريميتي ولا سي لو نير كي كومبريمي سور لو كوتي. صافي دير بلي لي راديو اللي ديريهم سوا ديري راديو تاع تنتبعوا لي نير سوا سكانر ولا او ام جي ولا اذا كانت فاسكولار لازم ديري نيكو دوبلر. فوصالي ما نقدرش ما فهمتش انا اكزاكتومون كيفاش راهي نمل ولازم نكزام زعما الطبيب لازم يكزامينيك. هذو هما جوج الحالات تاع التنمل. الاخ دليلة يبدوني فقد ما زلتي هنا معنا. سمعتي دكتور لومي؟ سمعتوا ومن فضلك انت من ناحيتك نصيحه من ناحيه تاع أنا يبي تواصل هذي عند دي تواصل. أنا ما نسمع فيك. قد دوكا هذو وش تنصحني في الفيتوثيرابي؟ فوالا. وي فوالا خلاص أعطاك نصائح الدكتور لومي. عندنا الأخ محمد من فرنسا. السلام عليكم.
سي محمد فرنسا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بغيت برك ندخل على زيت الزيتون، انا قبيلي حر 57 دونك لويل دوليف كابيل فريمون سي تري تري افيكاس دونك تو لي دوم. وي. وي كاين دابا عنده 92 مانتونون. كي يروح باغ اكزومبل نضربو الريح ولا الاخر يشرب زيت حباش، مي زيت قديم شوية 14 7 6 8. وي. Et bon, je veux bien croire, je sais que oui. Ma mère, de toute façon, Zed Kdema, c'est partout en Algérie, ce n'est pas seulement en Kabylie, mais en Kabylie, je sais que c'est une grande production. Yemma, kan tahtafad biha aydan, lakin, الشيء اللي نقولوه ان العلم يقول لنا من بعد عامين ثلاثة الزيت ممكن تخسر، ما تبقاش هي هي. وحنا انتوما وبجزائر الناس يقولوا الزيت القديمه تاع 5 سنين و10 سنين و14 سنه مليحه تعالج الامراض. الى يومنا هذا ما وجدناش اطباء في الجزائر اللي ممكن يفسروا لنا هذا. لي سوفي لا ميسيون دونك لو كان يخسر ما يبراش ممكن يدير دي زيتي سكوندير. مي نو لا 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 الزيت ديتو القديم سي تان ميدامون تريز افيكاس. جامي لو كان يخسر ما يبراش بنادم هذوك ولا يديروا لي سكوندير. نو مي انت واش جربت بها انتايا؟ نعم واش جربت بها انتايا؟ كيسكو فوز افي؟ جربت عندي لي بومون تاعي سافا با ما نتنفسش مليح وجعني ايتو رحت للطبيب ايتو ما عطاني دواء ما شربتهاش مي شربت الزيت نقطه دو تو موا خلاص كاع مع جوسكا مانترون 50 دو سا. اي وي بون خلينا نشوف الدكتور فيصل يعطينا راي في هذا. صح دكتور فيصل. نعم. Bon, voilà une autre personne qui est en faveur de Zit El Qdima, parce que c'était il y a deux semaines, ça. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent témoigner, surtout de Kabylie, de l'effet positif de l'huile qui a 14 ans, 7 ans, 8 ans, etc. هو théoriquement, en fait, la Zit Fihdata ou la... ما تخسرش ابار ال توكسيد ان تو بيتو مع تولي ان بلاتي تو سكي لي زوليغو ايليمون لي دافا لا فيتامين او كذا ما تبدلش يعني زعما هذه معروفه علميا. من بعد لاسيديتي هذه كي في شون شونج ان تو بيتو لا فات لا لو غود تاع تاع الزيت ابري ابري كومون Le goût, c'est vrai, ça change. Mais la l'imitation, ça ne change pas. Oui, bien sûr. Pour moi, ça ne devrait pas bouger. Mais après, moi, je autour de moi, par exemple, quand on a eu l'émission il y a deux semaines, j'ai demandé à un copain qui est, je m'avais parlé, Rachid, il s'appelle Hassan Younes, il est professeur et chercheur sur la nutrition ici en France, c'est un très grand chercheur. Et je lui ai posé la question, il m'a dit théoriquement ça bouge pas. Il m'a dit à part l'oxydation, l'acidité qui augmente, il m'a dit les composantes à l'intérieur ça bouge pas, ça devrait pas bouger. Voilà. Sauf si ça a été cuit ou là ça a été mélangé avec d'autres produits ou là, mais si elle reste naturelle. Si elle reste naturelle, merci. Si on mélange des produits, je sais pas moi, bien sûr que c'est tout à fait normal. Bien sûr. Oui, mais bon, il paraît que l'huile qui vieillit, l'huile maturée, elle devient plus efficace. Apparemment, elle devient une panacée pour toutes les maladies. Je peux pas vous dire. Ouais. C'est un peu difficile. Ouais. On demandera à Si Mohamed de nous trouver un médecin en Kabylie qui puisse entériner ça. Je peux trouver en Kabylie, je vous conseille. Inch'Allah, ou ce serait formidable parce qu'on veut clarifier cette chose parce que la science nous dit qu'après quelques années, l'huile rancit. Et si elle rancit, elle devient problématique, elle peut causer des lésions au foie, etc. Et donc, voilà,
Il y a un petit dilemme. À la colline, si vous trouvez un médecin, ce serait formidable pour nous. Namchi ila Fadila fi Boumerdas. Salam alaikum. Or Fadila Boumerdas. Allô. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadli akhti. تفضلك. انا يا مريضه عندي دي مرض كرونيك ديابيتيك تيب 2، عندي بواط كسل الغده الدرقيه وعندي ليغني ديسكال. ماذا بيا طبيب تساعدني شويه في الريجيم تاع التغذيه؟ انا من على الباب اللي عندي مشكل في التغذيه، ما نحترمش بزاف هذه الامراض ثلاثه باش نقدر يعني نوازن بيناتهم. نعم بون. في يخص بون عندك لو بون سكو جو فو، عندك الديابيت، عندك لو غواتر، عندك ليغني ديسكال. يعطيك الصحة. اوكي. خلينا نشوف قبل الدكتور فيصل كيس كي فادير. لا بارابور او ريجيم جو بونس راهي قالت لك عندها مشكل في بور لو ريسبي دو سون ريجيم. جو بونس راهي تعرف واش لازم تاكل وما لازمش تاكل. وي. برانسيبالمون في الدعاء الغدة الدرقية سوفون يا با غون شوز à faire, juste respecter ces médicaments. Parce que عندها l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie, المهم اذا كان الميديكامون اللي تشرب فيه لازم تتبعه régulièrement et كل شهر كل شهر كل شهر على حسب la stabilité de son de sa thyroïde. C'est le taux تاع la TSH هو زعما هو الصح، زعما ما كانش ريجيم particulier. Deuxième chose، تبقى في ديابيت. ديابيت راكي بالانسولين ولا بالبليكاشي؟ بالجلوكوفاج دكتور عندي ان سور بوا. معليش دوك ان سور بوا باش نسهلها لك ساهله مهله. لازم تشوفي لي كالوري الحريرات، صافي دير باللي كل حاجه تري كالوريك ما تكثريش منها. تو سكي تري كالوريك هو تو سكي غرا، صافي دير الشحم الزيت الزبده هادو كاع يسيك لازم تنقصي منهم بزاف. وتنقصي ثاني تو سكي غلوسيد، تو سكي غلوسيد جونغ حنا سيرتو هنايا في الجزائر ولا ناكلو بزاف الطعام، ناكلو بزاف العجين، هادو كاع نقصي منهم، ما نقولكش حبسيه كومبليتمون، مي نقصي منهم. إذا كنت تاكلي مثلا زعما جوست ان اكزومبل، إذا كنت تاكلي اون باغيت باغ جور، سي باش تاكلي لا مواتي باغ اكزومبل. وتشبعي اكزاكتومون باغاي، غير زعما سا باس دون لا تيت. الطعام اذا كنت ديري باغ اكزومبل اون اسيات ولا دوز اسيات، دائما سيي باش تنقصي اونتخ 20-25% دو لا كونتيتي جلوبال بوندون ان سارتان طون. وفي هذا الشيء كامل لازم يتبعك النوتريسيونيست، زعما هذا نعطيك غير دي جينيرال، ومن بعد لازم يكون عندك دي زوبجيكتيف باش تحطي البوا تاعك. زعما في شهر لازم عند الاخر والكوادر ماشي تاع الكوادر، ماشي ماناش تاع الكوادر، اي نهضر لك على السيركوا. شحال توزني؟ 80 راني حاطه 80 الساعه ولا شحال الطول تاعك؟ شويه بزاف. بصح معليش راكي في المعقول، زعما هذه سي غاتخافي هذا الشيء ان شاء الله. وشحال في عمرك؟ 49. صح. هي كل ما زدنا شويه فلاش كل ما كان شويه صعيب باش نديروا لك ريجيم ريستريكتيف بزاف. لو كان عندك في عمرك 20 سنه نقول لك لازم تحبسي كلش. بصح كي نوصلوا ان سارتان اج المشكل هو زعما خاصه في الكور تاعك، في الصحه تاعك. كون تو كومونس ا بيرد تو بيرد بوكو بلوس دو موسكل كو دو غرا. هذا هو المشكل تاعك، سي بور سا اللي لازم تبعي مع طبيب ويتبعك غير بشويه، وي فو با بارد بوكو دو بوا دان سول كو. اي فو ميو يكون عندك ان اوبجيكتيف سيغ دو زون ولا تخوا زون، كي يكون عندك ان اوبجيكتيف سيغ ان موا ولا ان موا ايدمي. زعما ما تنقصيليش 20 كيلو في شهر، ما سا سارايان دو دوز، تو فالي روبخوندغ ابخي. بصح لو كان تنقصي لي 10 كيلو في عام ولا عام عام ونص، هذا شفي داكور. بصح لازم تبعي اوبليغاتوارمون مع نيوتريسيونيست. الاخت فضيله سمعتي؟ يبدو فقدنا الاخت فضيله. انا نقولها احنا عندنا منطلق اخر، هو ماهوش اون اليمونتاسيون ريستريكتيف، مي احنا عندنا اون كوريكسيون نوتريسيونيل، سيتادير كو اون ايفيت
certains produits courants, بعض المواد اللي ياكلوها الناس دائما ملوثه مغيره فيها كيماويات تتاحوها لهم الطريق ونديروا لهم ماكله صحيحه. وهذه كل التعليمات اللي فيها الصدد موجوده في الوثيقه نتاعنا اللي راهي في الانترنت اللي اسمها دوك تجينا على الشاشه استراتيجي نوتريسيونيل دو سانتي ديجستيف جينيرال. هذه غالب الأحيان عندما نرجع الناس يطبقوا التعاليم اللي يقدروا عليها في هذه الوثيقة يشوفوا بأن هنالك تحسن كثير في الراحة تاع الإنسان، في الوزن، في الأمراض، كثير من الأمراض تزول. وبالطريقة هذه كثير من الناس اللي استفادوا، ولهذا الوثيقة هذه وضعناها على الانترنت حتى الناس يقدروا يستفادوا منها. عندنا مكالمة أخرى من الأخ عبد الملك من المغرب. سي عبد الملك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. تفضل. عندي واحد الملاحظة بالنسبة للزيت القديمة. نعم. في بلاد القبائل ما خصكمش تحوسوا على طبيب، خصكم تحوسوا على حكيم. يعني لا ديفيرونس اونتر الطبيب والحكيم، سي الحكيم يابليكي ديريكتومون الدواء على الباسيون، على المريض، وكاين نتائج ديريكتومون على مده اسبوع ولا ثلاث ايام ولا ماشي كيما الطبيب يعطيه وصفه ويبات المريض للدار. لا احنا ما قلناش الطبيب، احنا حبينا نعرفوا الاطباء، لان علمين يقولون لنا الزيت من بعد ثلاث سنين تقريبا عامين ثلاثه تخسر، هذا واش يقولوا البحوث العلميه وممكن تدير مشاكل. الان بدات الدراسات تصحح قليلا ما. مقبل كانوا يقولون لي زوميغا 9 هذو ما همش مهمين، كانوا يركزوا على الأوميغا 3 و6 والتوازن بين 3 و6. الآن ذوك بدأوا يتكلموا على الأوميغا 9، الأوميغا 9، وهذو موجودين كثير في زيت الزيتون بكثرة. لكن قضية لغانسيديتي، هذا الأكسيداسيون تاع الزيت هذه وتولي فيها ريحة شوية كريهة، ما عرفناش كيف كي تقدم الزيت كيفاش حتى تولي عندها قوة كبيرة. إلى يومنا هذا العلم ما فسرها الناش، ولهذا حبينا نشوفوا واحد طبيب اللي يعطينا رأي يقولنا هل واش تقول الدراسات هذه صحيحة ولا لا. الحكيم حنا نعرفه بيني وبينك، حنا رانا في الصف تاع الحكامة تاع الفيتوثيرابوت، نعرفوا القضيه ونعرفوا وقتاش نمدوها وقتاش نصحوا الناس بها وقتاش ما نصحوش، لكن حبينا راي العلم في القضيه هذه. ولهذا قلت بعض الاطباء ممكن ينصحونا في هذا، لان يشوفوا حسب الدراسات هل هنالك دراسات جديده اللي ممكن القات الضوء على هذا الزيت القديمه. مانيش عارف، انا ما وجدتش الى يومنا هذا. انا ما طبيب ما حكيم، بصح على حسب تجربتي من تقرصني ناموسه ولا يقرصني اي حشره ولا كاين اللي يقول لك ابليكي الخل، وكاين اللي يقول لك ابليكي الزيت ولا انا صح. من ابليكي الزيت وابليكي الخل يا اون ديفيرونس. دونك الزيت اكثر عندها مفعول اكثر من الخل. اكثر من الخل، انا نفسرها لك علاش. الزيت في الجول رول دا ديبونشيتي اونتر لابو والانفيرونمون اكستيريور. باغ اكزومبل في تونس الهريسه باش ما تخسر لهمش يكبوا فوقها الزيت. وي وانت تكلمنا على الزيت القديمه مش الزيت العاديه. لا هي اي زيت ابليكيها على القرصه تاع ناموس اللي فيه يروح، اي زيت ما من الويل دو طون ابليكيها يروح. بصح على حساب لي طونشيتي، بالك الزيت القديمه عندها اني طونشيتي اكثر من الزيت الجديده ولا هذه هي. وكان عندي زعما تدخل بالنسبه للسؤال تاعك اللي طرحته في البدايه تاع الحصه.
سي بارابور اسكو حنا رانا ناكلو حلالا طيبا ولا لا؟ نعم جو بو دير 10% رانا ناكلو حلالا طيب. نعطيك اكزومبل الشيبه يعني لابسنت الشيبه ايه لارتيميسيا ابسنتيوم يعني هاد الشيبه نعرفوا بلي اون فرونس الكول تاعها لي انترديت باسكو جو سور لي des nerfs directement. En oui, Suisse, ça peut être neurotoxique, oui. Ah, neurotoxique. En Suisse, elle est complètement interdite. Nefta, elle est interdite. Adrien, il dخل le واحد على الحبس على جد نفته. اسمعلي وشنو اللي interdite الشيبه نفسها ولا الزيت العطريه نتاعها؟ لا الشيبه لا بلونت. Oui. La plante en Suisse, elle a bel et bien interdite. فين في المغرب؟ لا في en Suisse. En Suisse, ok. البلدان الأوروبية بعض الأحيان كل واحدة عندها ليجيسلاسيون. باسكو علاش أنا هنا في المغرب أنا الشيبة ما كنتش نعرفها. راني نعرفها غير ملي جيت المغرب هنايا. الناس يستعملوها في الشاي. بالشاي وفي البرد وقت البرد. يعني كاين الشيبة وكاين واحدة أخرى المخينزة. أيوا. أخرى ما نعرفش كيقولوا لها. الله يبارك. سي عبد الملك شكرا جزيلا على هذه الملاحظات بارك الله فيك. نشكر الأخ الدكتور فيصل لومي على مشاركته معنا شكرا جزيلا ونرجع إن شاء الله في الأسبوع القادم بكلام على التغذية نفسها والمكونات نتاعها وكيف ممكن نستفاد من غذاء طبيعي صحي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.